السلام عليكم، معكم منير ندي المنسق المحلي لبرنامج قراءة ويكيبيديا في الفصل بالمغرب. اليوم أريد التحدث عن هذا الحدث الذي قمنا بتنظيمه بين 17 و 20 أكتوبر 2023 بمدينة مراكش، والذي يعني هو عبارة عن لقاء أو ورشة حضورية يعني لفائدة الأساتذة والأستاذات الذين تخرجوا معنا من التدريب عن بعد الذي يعني تم خلال هذه السنة خلال الدورة الثالثة من تدريب قراءة ويكيبيديا في الفصل بالمغرب. هذا التدريب الذي يهدف إلى تنمية مهارة الوعي الإعلامي والمعلوماتي عند الأساتذة كبوابة من أجل تنشئة جيل واعي إعلاميا ومعلوماتيا وقادر على التمييز وعلى استخدام الإنترنت واستخدام المعلومة الرقمية بشكل إيجابي وبشكل سليم، لا يهدد سلامته الشخصية ولا يجعل منه تهديدا للآخرين. في هذا الإطار يعني تم عقد هذه الورشة التي شارك فيها 20 أستاذا وأستاذة، من بين 67 أستاذا وأستاذة تخرجوا معنا هذه السنة، ومن بين 360 أستاذا وأستاذة الذين شاركوا في هذا التدريب منذ بداية السنة إلى حدود الآن ولم يتمكنوا من التخرج. نحن جد سعداء بهذه المشاركة الكبيرة، وجد سعداء بهذه الورشة التي قمنا بتنظيمها والتي اكتشفنا فيها طاقات كبيرة ومواهب كبيرة يعني في صفوف الأساتذة، وكنا منبهرين بالمستوى العالي للأستاذ والأستاذة المغربية. يعني في هذه الورشة قاموا بابتكار أساليب جديدة عن طريق التخطيط لطرق لتدبير دروس بمنهجيات حديثة، يعني تدمج البعد التكنولوجي والبعد التوعوي وتنمي المهارات النقدية عند التلاميذ، ويعني تتجاوز مختلف الصعوبات والطرق الكلاسيكية التي تعودنا عليها في المنهج المغربي. أيضا هذه الورشة كانت فرصة من أجل استقطاب هؤلاء الأساتذة ليصبحوا محررين في ويكيبيديا من خلال ورشة للتحرير التي أنتج عنها يعني 4 مقالات جيدة، يعني تستوفي جميع شروط المقالات، ويعني نتمنى أن يستمر هؤلاء الأساتذة في التحرير وبالتعريف بمناطقهم ومنتجاتهم المحلية، وكل هذا يعني يتماشى مع أهداف مجموعة مستخدمي ويكيبيديا المغرب التي تهدف إلى تطوير المحتوى المغربي على الانترنت والتقليص من الفجوات المعرفية بين مختلف الأمم والثقافات. شكرا لكم.